السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد معرفية. اليوم نحن وإياكم في حلقة خاصة ومميزة مع خادم القرآن الكريم العلامة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، وبهذا الاسم أكتفي دون تعليق. أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مسرور والأخوة الأحبة في العراق وفي العالم يتمنون لك الصحة والسلامة ومسرورين بلقائك. سركم الله في الدنيا والآخرة وجزاكم كل خير ورفعكم درجات يا ربي في الدنيا والآخرة. ربما بعض الأخوة يتساءلون عن البداية الأولى للقرآن الكريم بين يدي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ونعيد الذاكرة ربما أكثر من 80 عاما حينما تلمست ذلك الكتاب وطالعته وفي عمرك كان 5 سنوات. كيف تفاعلت مع النص القرآني في ذلك اليوم انتقالا إلى الكتاتيب وأساتذتك ومشايخك الكرام رحمهم الله؟ في ذلك الوقت كنت ألح على والدي أن يذهب بي إلى الملة، يسموه ملة سابقا، نعم، يقرأ القرآن. فذهب بي إلى الملة، ملة اسمه ملة قدوري سامرة بالجامع، نعم. قال له الملة، قال هذا ولا صغير، هذا ماذا يقرأ؟ صغير هذا. قال مو ذبحني، قتلني، خلي عندك، خلصني، خلصني. ففعلا يعني دخلت عنده وقراني أول رسم جسم سموه ألف باء ألفات يسموه. نعم، كانت هناك طريقة خاصة بالقراءة، فقط الحروف، تعليم الحروف. نعم، ألف وما قام يسمون ألف بيت، يعني هي ألف باء صح كلها مع الحركات. بعدين شوية شوية زبرة زبرة كذا، ألف زبرأة بيت زبربة، هالشكل هم يقرونها بالتأكيد. أي ألف زرعي بيت زيرة، هاي ألف توزرئن، ألف توزرئن، يعني هالشكل علمونا أول مرة، يعني علمونا على الحركات بس بهذا اللفظ، يمكن لفظ تركي هذا، الله أعلم. أنا تعلمته من جدي رحمه الله الحاج زبون، وكان من أوائل حفظة القرآن الكريم في القرن 20 في مدينة العمارة، وقد كان ملائيا ويدرس القرآن بهذه الطريقة. ألف لم زبر أل، حمده. نعم. ألف لم زبر أل، حم زبر حم، الحم دلبش دو، الحمد صح، لام لم زلل، لام الف لا، هيزر هي لله، هالشكل علمونا اول مره، هاي يسموه تهجي صح. وبعدين نقراها روان، يعني برا ما نكملها، الحمد لله رب العالمين نقراها. الملا قدوري كيف تفاعل معك حينما وجدك مندفعا في قراءه القران؟ يعني سر بي كثيرا، فقام يعني اهتم بي كثيرا، اهتم بي كثيرا، ويعني انا الحمد لله يعني ختمت القرآن قبل الموجودين. يعني كنت محب للقراءة سبحان الله، فختمت القرآن، سوينا يعني حفلة احتفال، احنا عندنا ختم القرآن في احتفال، يدورون بنا في المدينة ويضعون الصينية فوق رأسك. نعم، نعم. والقرآن فوقه وحزام من فضة. نعم، يضعونه ويدورون بنا على سوارع والأسواق في سامراء لتفرح الناس. في ذلك العرس القرآني كانت صغير. نعم، وخلصت فهذا، وقلت علي أذهب للمدرسة. نعم، لكن سبحان الله يعني كنت يعني يأتوني بالجرائد فأقرأها كما هي، ويأتوني بالصحف كلها فأقرأها. يعني أقرأ الصحف، يأتوني بالمجلات فأقرأها قبل أن أدخل المدرسة. حتى يعني طلب بعض الأساتذة، قالوا خلي بصف الثاني مباشرة. فأحد أقربائي هو أيضا كان معلم، قال لا يدخل للصف الأول حتى يتعلم الكتابة والحساب والشيء. فدخلت في الصف الأول ويعني اتخرجت في الصف السادس. وفي الصف السادس أنا كنت أحسن واحد باللغة العربية، وفي الإنجليزية عندي ميدالية فضية بالإنجليزية. نعم، وباللغة العربية أعطاني المعلم قاموس موجود الطلاب لا يزال عندي الآن الصف الثالث ابتدائي، قاموس. قال هذا يعني لك أنت أحسن واحد باللغة العربية، تكريما لهذا الجهد. هذا إيه. انتقلت إلى الدراسة المتوسطة ومن ثم الثانوية. نعم، في سامراء كذلك، في سامراء المتوسطة، ثم الثانوية لم تكن مدرسة رسمية،
وإنما أهلية فدخلت فيها وتخرجت منها الخامس في الخامس الثانوي. نعم لم يكن هناك الصف السادس لا لم يكن الخامس لم يكن لا نعم التعليم في العراق هكذا. بعدين دخلت إلى يعني التعليم يعني للتعليم سنة ما حد معلمين لمدة سنة هو نعم ثاني. فأيضا دخلت به لمدة سنة حتى نتخرج منها معلمين سموها الدورات التربوية يسموها. يؤهل الطالب لأن يكون معلما في المستقبل. معلما في المستقبل الحمد لله. أيضا أعفوني من الامتحان النهائي ما تحتاج أنت، وكنت الأول عليهم الحمد لله والشكر. وبعدين تعينت في التعليم أظن 3 سنوات أو هذا في منطقة بلد كما سنة في بلد في بلد السنة الأولى، ثم انتقلت إلى قلعة سامراء ثم إلى مدينة سامراء 2 سنين، ثم قدمت للكلية. نعم. فقابلوني بالكلية بعد أيضا لاحظوا هذا القناة يعني الهوية مال الدرجات وما درجات أي. قبلوني في قسم اللغة الإنجليزية مفارق قدموني. أنا أحب اللغة العربية فتوسطت للرجوع العربية. فالمعاون العميد خلي يا ابني العالم تتوسط للإنجليزية أنت العكس إلى اللغة العربية. العربية قلت له اشترطوا علي أخذ بالآن أريد اللغة العربية فأنا اللغة العربية. فالحمد لله طلعت الأول على كلية التربية في حينها كانت دار المعلمين عالية. نعم. ثم أصبحت كلية التربية كنت الأول يعني عليها الحمد لله والشكر. لكن سيدي الكريم إذا تحدثنا عن الماجستير حتى نبقى في الاتجاه المعرفي، ذهبت إلى ابن جني كما أتذكر. ابن جني النحوي. نعم إلى ابن جني. إيه؟ وما هي علاقتك التي كبار علماء المسلمين والنحويين غير ابن جني، لكنك اخترت ابن جني، هل هناك دلالة خاصة؟ كان عندي كتاب ابن جني موجود عندي فقرأته فأعجبني تخريجاته وهذا أعجبني. أنا قرأت أكثر من كتاب في حينها لكن هذا أعجبني تخريجاته وعلميته فقلت أنا أريد ابن جني. وهذا الأمر انتقل إلى الدكتوراه حينما اشتغلت على الزمخشري. الزمخشري قرأت في كتاب الكشاف. نعم. وكتب التفسير وقرأت عدة كتب أنا والزمخشري أعجبني حقيقة. لمساتك زمخشرية إلى الآن، ربما البعض يقول أن زمخشري القرن العشرين والحادي والعشرين هو الدكتور فاضل السامرائي. استمرت هذه القضية البيانية من أنفاس الزمخشري وآخرين يكتبون في هذا في القرآن ويكتبون في البلاغة فيكتبون في شيء. فيعني أنا يعني أحببت هذا وترسخ في قلبي هذا الشيء. سيدي هناك لقاءات لك في بعض الفضائيات تحدثت عن فترة انتقالية، بدايتك مع القرآن والحمد لله الختمة مع القرآن، ولكن في مرحلة الشباب في المد الوجودي الإلحادي كانت لديك مرحلة من البحث عن الخالق. لماذا الذين أنا التقيت ببعض الأساتذة الكبار كانوا يعلمون الناس القرآن ويشافون الناس في القرآن ومن شيء بسيط ينتقل إلى الإلحاد في ذلك الوقت، أنت لا كنت في مرحلة اضطراب، لماذا؟ هذا يعني في يعني خاصة كنت في الثانوية. نعم. في الصبر صف الرابع الثانوي وغيرها كانت موجة يعني منتشرة هذا الشيء. فبدأت هذه يعني في قلبي تدخل في نفسي وفي ذاكرتي هل هنالك فعلا يعني كانوا يتكلمون انه كلها صدفه الموجود يعني ينكرون وجود الخالق كثير خاصه كانت في حين ملحدين وكانوا ايضا موجودين شيوعيين في ذا اكثر من مد أكثر. يؤدي الى وجود لا وجود لله وللالحاد خاصه بين الطلبه والشيء الثانويه هذا الشيء. أين النقطة الفاصلة التي أرجعتك إلى القرآن إلى عشيقك ومعشوقك الأول؟ كنت أفكر كثيرا يعني حتى يعني بأنه ما أستطيع أنام من التفكير. فبدأت أقرأ من يكتب في هذا الأمر. فمن يكتب في
بعض الكتاب المصريين وهذا كنت اقرا يعني الاسلام دين عام خالد والكتب، فكانت عندهم ملاحظات عن وكنت اقرا بعض الاشياء التي يعني كتبها بعض الاجانب يعني ترجمه لهم كتب مترجمه في الاتجاه العلمي. نعم هذا نعم. فعند ذلك تغيرت افكاري، واللي غيرني دائما اذكرها حتى يمكن ما ذكرت نعم. ذكرتها مره في احدى الفضائيات يعني حادثه يعني قراتها علميا فغيرت اتجاهي راسا مباشره. ما هي هذه الحادثه؟ يعني قراها كنت اقرا في احد الكتب انه نوع من الحشرات المائيه اذا ارادت يعني عند التكاثر تبيض في الماء، لكن هي تضع له حتى الماء هذا قارب صغير تضع من جسمها تفرز ماده، كيف العنكبوت تفرز ماده ويجعل منها قوارب بلام قوارب وحتى ما يغرق هذا فيضع في هذه القوارب وتفقس في هذه القوارب الحشرات ابنائها صغير نعم. الى ان تكبر وتنتقل للماء. زين هاي حادثه، فهذه هذه لم تشاهد امها، الام تموت عند بعض هذا قاعده الام تموت بعد المبيض بعد المبيض فتخرج البنات من غير ام ولا توجد اباء لان لا ماكو اباء الحشرات ما في احاديه نعم. فقط بيوض ليس هنالك ام ولا موجه فتخرج الحشرات. هذه الحشرات اذا اراد ان تتكاثر تفعل نفس فعل الامهات وهي لم ترى امها. سبحان الله، من علمها هذا الشيء وهي لم تشاهد امها حتى يبقى السلسله هذه؟ من علمها؟ هل هناك غير الله؟ من علم هذه؟ الخالق. فاذا علمها من دون ان ترى امها. هذا الحادث الكبير هو الذي اوصلك او هذا بداية في البدايه بعدين قمت اقرا اشياء اخرى نعم، لكن ربما الحاله المفصليه التي حينما استقرات حياه الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي هي وقوفك تحت جدار الكعبه ومتمسكا باستارها نعم. ما الذي دعاك الى هذا الوقوف وماذا قلت في وقوفك؟ والله يعني انا كنت اقرا شيء من القران وبعض التفسيرات القرانيه، فكنت اتمنى ان ربي يمنح لي سعه في هذا الموضوع. فجئت يعني عند الكعبه ومسكت باستار الكعبه وقلت ربي افتح لي في كتابك فتحا مباركا انك انت الفتاح العليم. يا الله. اللهم يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، رب افتح لي في كتابك فتحا مباركا. أنا يا الله اسالك ان تفتح لي. اردت الفهم والعلم في القران ولم تطلبه في علوم اخرى. لا القران، افتح لي في كتابك. ما الذي تغير بعد تلك اللحظه في ذاتك في شخصيتك في استقراءاتك؟ لا يعني بديت استمر بكتب التفسير وهذا، قمت هذا بدأت أفكر حقيقة أتأمل، يعني أتأمل في مسائل أتأمل بها أيام طويلة أتأمل فيها. وثم هناك ظاهرة حقيقة في حادثة ظاهرة في نفسي ظاهرة خاصة، كنت يعني في المنام أرى الرؤيا فتقع مثل فذلق الصبح. ما شاء الله. وهذه تقريبا كل يوم، يعني تقريبا كل ايام السنه. وكنت احيانا يعني ارى في الليل رؤيا فتقع، وفي القيلوله انا فتقع رؤيا اخرى فتقع. سبحان الله. يعني يمكن لا يكاد يوم يمر من دون ان ارى رؤيا. في رؤيا حياتيه عن مسائل الحياه عن كل شيء. عن كل شيء. عن كل شيء. يعني عن كل شيء. وهذا ارتبط بعد دعائك. اي طبعا ها كلها. يعني كنت عادة أرى المنام كفارق الصبح. هل هناك مسائل لغوية نحوية استقراءات قرآنية فهمتها أو تعلمتها أو انفتحت لك عبر الرؤيا؟ يعني رأيت رؤيا ما أوصلتك إلى جواب تبحث عنه؟ لا فقط كان هذا
ليست هناك رؤية في هذه المسألة، لكن أدعو الله فربنا يستجيب يعني لهذا الشيء هذا، يعني تقع الرؤية هكذا يعني هكذا يعني مسألة حتى تذكرها في كتاب نبوة محمد من الشكر اليقين، يعني بعض الرؤى التي كنت أراها في المنام فتقع هكذا، تقع هكذا يعني كما تقع يعني يأتيني أتاني أنا في بغداد، أهلي بسامرة زائر في بغداد، أنام في الفندق. نعم. ففي الصيف أنام نام على السطح. على السطح الفندق نعم. هذا. نعم. فنمت على السطح في هذا، وإذا يأتيني آت في المنام قال لي أبوك اليوم راح على الطبيب قعدت. قلت أعوذ بالله، قلت من الشيطان، هذا الشيطان، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، غيرت عن حسب الحديث غيرت نومتي كان ينام. شان يجي قال لي أبوك اليوم راح على المنام على الطبيب. قاعد استغفر الله يا ربي استغفر لي شان ينام. كان يأتيني في المنام قال لي أخي أخويا أبوك اليوم راح للطبيب 3 مرات. فتأكد القضاء. قعدت قلت هذا رؤيا من الشيطان. قعدت عندي شغله كانت اعبر الجسر حتى اعبر على الجسر. نعم. ساحة الشهداء. واذا واحد يقول لي هذا اخوك، هذا اخوك جاي من سامره. قلت له اخوي جاي ها؟ مرحبا اهلا وسهلا. قلت له ابوي راح على طبيب. قال لي ابوك البارحه على طبيب، ابوي راح على طبيب البارحه. سبحان الله. يعني نفس هذا. يعني زين كلها مسجله معنا. يعني يقول لي يعني او لما يعني امور غريبه جدا يعني ذكر يعني بالمنام لا اشتري برتقال للبيت هذا بالمنام. احنا عاده نشتريها قبل نستنقع يعني وبعدين اختيار الافضل نختارها. ففي المنام وزعت البرتقال كل بالمنام وزعتها وطلعت بيدي برتقالة مثل مضروبة خايسة بالمنام. قعدت هيك هذا قعدت الصبح أنا أشتري البيت أنا كنت فرحت دا أشتري برتقالة شفت البرتقالة ذبيتها هذا أقلم البرتقالة ذبيتها بالسلة. نعم. جيت للبيت وزعت لهم البرتقالة الأخيرة هي نفس البرتقالة التي رأيتها في المنام. سبحان الله. ذبيتها أنا ذهبت شو اسمه لي. أعيدت إلى الكيس كما هي. كما هي. شنو سيدي حينما نتحدث عن الاندفاع نحو الإلحاد في ذلك اليوم، انبرى قلم الدكتور فاضل السامرة اللي كتابة أول كتاب وأنت كنت في مرحلة الثانوية على ما أتذكر. لا، أول كتاب كتبته انطبع وأنا في الصف الثاني كلية. ثاني كلية. طبع. نعم. نداء الروح. نداء الروح، والذي يطبع إلى الآن بكميات. نعم. وطبعات متعددة. نعم. ما هو سر نداء الروح؟ طبعاً هذا نداء الروح يعني طبعاً لما حالة خاصة كانت عندي فأفيد الآخرين بهذا الشيء بالتجارب اللي مرت بها والأحداث والأدلة على وجود الصانع وأمور كثيرة يعني تتعلق في الكتاب خاصة بحوث روحانية خاصة فكتبت بالكتاب. وفي حين أنا كنت صف ثاني كلية لما انطبع. صف ثاني كلية 58. وانتشر كبير حتى بين الطلبة، حتى كنت أسمع طالب يقول طالب ويا بالكلية يقول اللي يقرأ نداء الروح ما يؤمن بالله إز حمار. سبحان الله. تغير كثير فتغير رأسنا تغير كثير فعيد طبعاته كثيرة. لديك كتاب آخر وإلى الآن يطبع كذلك بطبعات متعددة، وإن كانت بعض النسخ الإلكترونية لا توجد فيها كل الصفحات، تختص بنبوة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي دعاك إلى كتابته؟ لا أيضا أنا وقتها كان عندي شكوك، كتبت حتى بالمقدمة مع الكتاب، كانت عندي شكوك في النبوات، هل هو محمد نبي فعلا؟ من يقول نبي؟ القرآن ما أنا أقول مو دليل القرآن في حينها
لا طبعا القرآن لما يدعي نبوة ليش ما يقول هو يكتب ما يريد حول نفسه وذاته. فالقرآن لا أعتبره دليل، فما يقول هذا. فبدأت أبحث عن هل هو نبي فعلا، حتى سبحان الله هداني ربي إلى ذلك وكتبت كتاب نبوة محمد. وبعدين القرآن وجدت أدلة، يعني وليست يعني ادعاءات، وإنما أدلة فيما أخبر به عن الماضي وعما سيقع فوقع. أهم ما يمكن أنك قد طرحته في ذلك الوقت وتفتخر أنك أوجدته أو كشفت عنه في هذا الكتاب. والله هو يعني أي واحد يقرأ الفهرس مالش ما هو المكتوب فيه يتبين له الأمر هذا، يعني شيء شلون ذكرت أمور خاصة. بداية الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي وهو في أستاذ اللغة العربية، وخاصة حينما بدأت في الكلية كلية الآداب اللغة، احنا كنا دار المعلمين العالية. نعم. بعدين تغيير تغيرت الأسماء. نعم. متى بدأت البحث عن جواهر القرآن الكريم والوصول إلى البعد البياني فيها، بعيدا عن دراسة الأستاذ وتدريسه للنحو العربي، وكلنا نعرف كيف يدرس مادة اللغة العربية كيف تدرس. أنت ذهبت منحى آخر بعيد كل البعد عن الاستزادة النحوية لأجل النحو، بل لأجل القرآن الكريم. متى بدأت تلك معك؟ وبداياتها أيضا كانت قبيل الكلية، قبيل دخول الكلية. الكلية بدأت يعني تتسع هذا الشيء، وكنت أقرأ يعني كتب أخرى كثيرة متعددة، تبحث في البلاغة ولا في بلاغة القرآن، في البيان القرآني أقرأ يعني كتب. وأنا كانت يعني في نفسي تستهويني استهواء كبير جدا. يعني سيد الكريم، حينما نتحدث عن استقراء النص القرآني، هل تستقرأه من ذاته أم تبحث في كتب الحديث النبوي والسيرة النبوية؟ ربما تجد هنا أو هناك، وبالرغم أنه توجد أحاديث مكذوبة على رسول الله، هناك الغث والسمين. كيف تصل إلى الاستقراء الكامل؟ وحينما تقول أنه هذا النص أو الاستقراء أو النظرة البيانية النهائية، هل تعيد النظر في نتائجك بعد سنوات للتأكد من هذا الرأي أو ذاك؟ والله يعني أنا أحاول أن أرجع للمصادر المتوفرة يعني الموجودة وأقرأها أكثر من مرة، يعني فيما يعني طبعا هذا متكلمة بعد الكلية، بعد الدكتور، بعد الدراسات العليا يعني حتى بدأت أكتب هذا الشيء. نعم. فكنت أراجع يعني كتب أخرى في التفسير يعني الموجودة، يعني أنواع التفاسير التي تأتي يعني أنظر فيها وما يكتب ما فأستفيد مما يكتب في هذا الشيء. يعني لديك سلسلة كبيرة من الكتب والمؤلفات، والحمد لله الآن كما أنبأني الحبيب الدكتور سعد البدري السامرائي الذي أقدم له كل محبة وتقدير عبر الفضائل العراقية، أن هناك كتب حديثة تحت الطباعة وصل إلى ما يقارب 25 كتابا. أعز الأولاد من هذه المكتبة التي تفتخر بأنك قد كتبتها، ما هي أهم تلك العناوين؟ أهم عناوين؟ كتبك، أهم كتبك دكتور. ما لي على تشعر بأنه أحب الكتب إليك؟ ما لي والله، معاني كل واحد له فد نوعية، على طريقة التفسير البياني، وأكو معاني النحو أربع أجزاء هذا، وأكو يعني ما يعني عموم يعني ما يتعلق بالجملة العربية كتابين، تأليفها وأقسامها والجملة العربية والمعنى، يعني هذه الأشياء اللي تتعلق في القرآن وتتعلق في اللغة، عندي هسه مجموعة من الكتب. البعض يعتقد أنه طريقة الدكتور فاضل السامرائي في السؤال القصير والإجابة المركزة يعني تجذب المسلم والعربي على وجه الخصوص إلى الركون إلى القرآن الكريم، بعيدا عن الطريقة القديمة في التفسير. هل هذه الطريقة سبقك إليها أحد؟ لا أعلم. نعم. لا أعلم. هناك البرنامج المشهور والشهير حقيقة للأستاذ الدكتور محمد خالد،
كيف تعاملت مع هذا الجو الإعلامي في ذلك الوقت الذي كان الإعلام حكرا على بعض الجهات وبعض الحكومات فقط في الوطن العربي؟ في الحقيقة ما عندي علاقة كانت، وإنما أنا كنت أستاذ في الكلية في الشارقة، جامعة الشارقة يعني. نعم. وهذه في مرة في احتفال بالجامعة، فأنا تكلمت في القرآن في الاحتفال معنا، فكان الظاهر ناس حاضرين، واحد يشتغل بالإذاعة. نعم. فقال لي، أنا ما طلعت، قال لي أريدك تلقينا كم برس بالمحاضرة. قلت له ما عندي مانع. فرحت، كان واحد آخر قبل محمد خالد يمكن مرة مرتين، قلت أتكلم هذا. بعدين هذا ذهب، فوضعوا محمد خالد هم بال، وهو إمكانية رائعة، وكان متأثرا كثيرا ب الواقع هذا الشيء. أستاذ الكريم، أنت كنت في الجامعة قريبا جدا من كبار وكبار علماء اللغة، وخاصة الأستاذ الدكتور مصطفى جواد، والذي كثيرا ما يقولون أنك خليفته. كيف رأيت الدكتور مصطفى جواد؟ ما الذي أشار به عليك؟ لا، هو كنا درسنا في الكلية. نعم. احنا كنا طلاب. لكن كانت علاقتك أقرب ربما من بعض زملائك الذين كانوا. أنا كنت محب للغة العربية. نعم. وكنت الأول أطلع في كل صف، أطلع الأول عليهم. فمحب هكذا أقرأ، يعني أقرأ في غير كتب الكلية، أقرأ أمور أخرى. وكنت أسمع مصطفى جواد في التلفزيون، في الراديو. في الراديو. فكنت أحب يعني أسمعه. وبعدين في الكلية هو يدرسنا. فيعني رأيته علم متميز. بالماجستير درسنا هو أيضا. يعني علم متميز حقيقة يعني. وإذا قال شيء يعني صح نقطع به يعني. سيدي العزيز، حينما نتحدث عن النص القرآني وحينما نستجلي جواهره البيانية، هل يفرق عند الدكتور فاضل السامرائي بين النص المكتوب في كتب الشيعة عن كتب السنة عن طوائف أخرى، أم تبحث عن المعلومة في كل الكتب وكل المصادر؟ لأنه حقيقة جاءتني بعض الأسئلة في التواصل الاجتماعي حينما عرفوا بلقائي بجنابك الكريم، وهي مكتوبة ومشخصة، أنه هل الدكتور فاضل السامرائي سني، هل هو شيعي، هو كذا، وكأنما هذه الأمور تشغل البعض على الرغم أنك إنسان بحثت عن القرآن. فهل هناك كانت محددات لديك؟ لا، ما أنظر إلا المسائل. أنا مسلم فقط، أقول أنا مسلم. مسلم هكذا، بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما نزل به القرآن هكذا. القرآن والسنة ما ثبت منها، هذا هو الأصل عندي هكذا. وإذا كانت قراءة يعني بعض الآراء في اللغة، هذا أمر آخر، لأن اللغة ما تنحصر في طائفة أو غير طائفة. أي المدرستين أنت تجدها هي الأقرب لك، المدرسة الكوفية أم البصرية في قضية النحو العربي، وأيهما أفضل، أيهما أقرب للصواب برأيك؟ أنا أحيانا حتى أذكر هذه بعض في الكتب، أنا اللي أقتنع به يعني الذي أقتنع به وأراه يعني سديدا من حيث اللغة قريبا، هذا آخذ. يعني لا تضع محددات مسبقة أنه هذه مدرسة لا تنتصر إلى البصريين أو الكوفيين؟ لا 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 لا، أنظر المادة هي التي توصلك. نعم نعم. حينما أنتقل ويا جنابك الكريم إلى التفاسير البيانية الحالية، هل تجد شخص قريب إلى منهجك؟ يقال أن بنت الشاطئ ربما هي الأقرب إليك في بعض الأحيان. لا، في وقتها ما كان فقط يعني كان كتيب، قلت كان مسألة بي يعني ما في كتب موسعة، ما كانت عندي إلى الآن ما عندي كتبها حقيقة. أنا كم مسألة كانت قليلة، كم مسائل قرأتها في حينها يعني، التفاتات لطيفة كانت. هل الدكتور فاضل السامرائي مفسر للقرآن الكريم، يعد مفسرا أم يعد لغويا بيانيا؟ أنا في يعني في تقديري أنا فقط ما يتعلق بالبيان القرآني، يعني أخذ ما يتعلق باللغة والبيان القرآني
هذا اللي يعنيني. واحيانا يعني انظر جانب اخر نبوة محمد، ذاكر امور اخرى تتعلق بالاستدلالات على نبوته، احداث اخرى يعني. هل هناك من الاحداث الاخرى من هذه الجمله انطلق، هل هناك حينما تشتغل مع النص القراني أو تبحث هنا وهناك تتضح لديك أشياء عقائدية أو فكرية ربما لا تعلن عنها وتتركها لأنه الموضوع لا يختص باللغة، وهذا الأمر تتركه لأصحاب الاختصاص الفقهي؟ ما يتعلق بالفقه لا أتدخل به يعني حقيقة، أنا أتعلق بالنص. النص هو الذي يحيل. ما أتعلق به، لأن ذاك المختص بذلك الأمر هو اللي يحث فيها. لديك علاقة خاصة مع صورة هود؟ كتبتها شيبتني هود كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي كتاب وفي تفسير سورة هود. لماذا هي، هو هذا السؤال، لماذا هي ربما الأقرب؟ أنت القرآن الكريم أخذت بجواهره من الغلاف إلى الغلاف، ولكن سورة هود كانت لديك تركيزات خاصة فيها. لا لأنه حقيقة مو فقط سورة هود، وإنما أنا ذكرت جملة من السور القصار في بعض الكتب، جملة يعني من السور القصار كنت أكتب فيها. يعني لماذا حتى هذا الأمر؟ لأن القدامى يبدأون من سورة البقرة ابتداء، فبعدين لما يأتون للسور الأخرى ما يعيدون ما كتبوه في هذا الأمر. يقول راجع صفحة كذا راجع. فأنا قلت بالنهاية أبدأ بها حتى على الأقل أتواصل الأمور يمكن لم يذكروها. طبعا هذا ما يذكرني بكتاب السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه حينما لديه الخمسة أجزاء حول الدفاع عن القرآن، منة المنان في الدفاع عن القرآن، بدأ من نهاية القرآن الكريم لذات السبب سبحان الله، طرح ذات الفكرة، وهو يقول أنا أبحث عن الدفاع وليس تفسير القرآن، فيطرح إشكاليات جنابك الكريم ربما رأيتها خلال الكتب القديمة يعني قبل أيام. ربما يتساءل البعض يقول أنه الدكتور فاضل السامراء هذه القامة العلمية الكبيرة والمكتبة الكبيرة التي لديه والرحلات، هل هناك في عائلته من يسير على ذات الطريق، على ذات الطريق اللغوي والبياني؟ والله تقريبا ابني الدكتور محمد كأنما يتجه نفسي ذات اتجاه تقريبا يتجه. كم تعطيه من الدرجات إذا كنت أستاذ في حسب ما أقرأ يعني، بس يبدو عنده أيضا التفاتات جيدة. هناك قصة حينما خرجت من باب الجامعة، جامعة بغداد، وكان معك أستاذا في علوم الفيزياء وتحدثتم عن السماء، صح؟ هل تروي هذه القصة لمحبيك؟ الحقيقة يعني هذه من جملة ما واقع يعني اللي كنت أسأل. كنت عدة مسائل حقيقة كانت هي برت هذا. قبل هذا كان سكون السائر وكان معي طبيب دكتور اختصاصا. سألت سؤال كذا، قلت له هل يمكن أن تكون المرأة حائض وهي حامل؟ طبيب اختصاصه هو قال لي هذه حالات نادرة جدا، نادرة، لكن إذا حاضت ثلاث مرات فقطعا ليست حامل. قلت ولذلك ربنا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من أدرى محمد هذا الأمر؟ قضية إعجازية وحديثة. حديثة؟ أنا سألته سؤال، طبعاً أنا لا أعلم الجواب، بس سألته لأنه متخصص. متخصص. سألته. متخصص. فسألته قال لي هذا الأمر. والقضية التي تختص بأنه إذا غادر الإنسان نطاق الغلاف الجوي. وأيضاً أكو مثل هاي قبل أيضاً هذا. دا أسأل طبيب آخر لا زال موجود هو باختصاصه بالدماغ عمليات، يعني يمكن أحيانا في اليوم يسوي 50 عملية في الخارج يدعو كذا. قلت له حقيقة هذا الأمر يعني؟ قلت له أنا سامع بأن الدماغ
يقوم بوظائف البدن، يعني في العين، في الدماغ، إلى قسم منها يقوم بها. كل جزء من الدماغ يؤثر على جزء من وظائف الجسم. نعم. قلت له السلوك البشري، السلوك، أي جزء من الدماغ مسؤول عنه السلوك تصرف؟ قال لي هذا الذي في الجبهة. سبحان الله. هذا مسؤول عنه. قلت له ولذلك ربنا يقول لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله. هذا إيجاز، هذا إعجاز ولا لا؟ هذا مصدر قراراته السلوكية يعاقب الله عليها. ناصية كاذبة خاطئة. كاذبة خاطئة. ما قال عن الرجل، ما قال عن تحديد. وهذا أيضا حصل مع الأستاذ بالفيزياء. أنا كنت خارج من الكلية، أساتذة إحنا الظهر، هو ذاهب للبيت، طالع من الكلية، خرجنا من الكلية، طلعت مشيت واحد وكم واحد يعرف الله أساتذة، والله سؤال أستاذ، قلت له إذا خرجنا من الغلاف الجوي، لا إذا 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 صعدنا، إذا صعدنا للسماء بقينا نصعد، كل ما نصعد يصير ضوء أكثر باعتبار أقرب إلى الشمس، كل ما أكثر. قال لا، إذا خرجنا من الغلاف الجوي نصبح في ظلام. سبحان الله. كل ما ارتفع ظلام. قلت له ولذلك ربنا يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يحرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. كأنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. التفتوا. هذا الرجل الأمي، من أدراه هاي المعلومة هاي؟ لم يقل سكرت، كأنما سكرت. ما مت والله، يمكن بعد ما نشوف، يمكن يعني هكذا. فظلوا يعني لقالوا إنما سكرت أبصارنا، إنما بعد ما نشوف، بعد ما نشوف. سيدي وأستاذي الدكتور فاضل السامرائي، أحد الأخوة من لبنان سأل سؤال وقال أتمنى على الدكتور السامرائي الإجابة عليه. حينما يتحدث القرآن مع العرب في الجاهلية فهم يعرفون اللغة التي يتم الحديث بها عبر لسان النبي الأقدس، فحينما يخبرهم أنه الجبال رواسي لكي لا تبيد بهم، الآن يثبت الدكتور فاضل السامرائي أنها مركز الكرة الأرضية وإثبات الكرة الأرضية لكي لا تميد. هل هذه الوظيفة كان يعرفها الإنسان الجاهلي بحيث رسول الله يقول له أنك هذه لكي لا تميد؟ لا 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 لا، لم يكن يعرفها. إذن ما فائدتها حينما أن الجاهلي يقول لي يعلمهم معلومات، يعني أشياء ما يعرفها، فيقول لك هذا ربنا يقولها. فمن آمن آمن ومن لم يؤمن لا تؤثر. وبعدين تأتي فيما بعد الموافقات العلمية. يعني أنا أقرأ في الكتب القديمة، ما يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نعم. يعني يكتب في هذا، هذه الأرض كرة، لأنه تكويرهما هكذا، لأن تكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما. يعني قالوا الأرض، يعني الأرض كرة قبل أن تقال في العهد الحديث الكروية، المهم قديم، وتكويرهما يقتضي تكوير ما تحتهما، إذن فالأرض كرة. كنت أقرأ في التوثيقين، هذا أليس يعني التفاتة علمية؟ أستاذنا الدكتور، هل لديك اطلاع على الكتب السماوية الأخرى غير القرآن الكريم؟ قرأتها، نعم، قرأت التوراة والإنجيل. من باب الاطلاع أو البحث عن المعلومة؟ اطلاع ويعني نظرت هل كان فعلا هم يبشرون بالرسول أو ما هي المعلومات التي فيها، فوجدت ما وجدت كتبت فيها. ربما أهم الرؤى التي لدي كانت حول لا نافية للجنس. نعم، هذه يعني أنا كنت أكتب في معاني النحو، فوصلت عادة، يعني عادة أنا أضع برنامج لكل موضوع قبل أن أكتبه، يعني فوضعت، وصلت إلى نافية للجنس، وضعت البرنامج، وبدأت قلت غدا إن شاء الله أبدأ أكتب فيه، جمعت المعلومات وقلت غدا إن شاء الله أبدأ أكتب فيه. ففي المنام جاءني شخص قال لي أنت لم تذكر الفرق بين قولنا لا رجل في الدار
وما من رجل في الدار، مع أن كليهما لنفي الجنس نصا. قلت له الفرق كذا، قال صح. فاستيقظت نوم فتذكر السؤال ونسيت الجواب. ماذا قلت؟ قال صح، بس السؤال ذكرته. رجعت الكتب ما وجدته، فتركت. فبدأت أقرأ في القرآن، قرأت كل القرآن وما ورد فيه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله، ما ورد فيه كلها. وهذا ثم بعد مدة أكثر من أسبوع وهذا تذكرت الجواب من القراءات، وتذكرت أن هذا الجواب الذي نفس ذات الجواب الذي في الرؤيا، وقال هو صح. بعد مرور أكثر من أسبوعين يمكن أنا أقرأ في الكتب هذا. طبعا كتبت المعلومة، لم أذكر الرؤيا لكن ذكرت المعلومة في كتابي. أتعبناك يا سيدي الكريم، وشاكرون لك هذا الجو القرآني الإيماني، وفعلا أنت خادم من خدمة القرآن الكريم، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على خدمة القرآن الكريم. آمين وعلى القرآن الكريم. أستاذنا الحبيب شكرا لك، نسأل الله إطالة العمر والمحبة والسلام. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. العفو. أحبائي الأكارم، انتهت جولتنا المعرفية مع الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. نأمل أن نلقاكم في أبعاد معرفية في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.